الموقف كان موحدا والاجتماع مفيدا وواعدا هي الخلاصه التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام اللقاء الذي عقده مع سفراء اللجنه الخماسيه على مدى نحو ساعه السفراء حرصوا لدى مغادرتهم على التاكيد ان موقفهم موحد ردا على اسئله الصحفيين ولا سيما فيما يتعلق بالشان الرئاسي وإذ وصفت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون اللقاء مع الرئيس بري بالممتاز، دعا السفير المصري إلى التفاؤل بالخير. مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أكدت للإن بي إن أن السفراء الخمسة أكدوا الدور المساند في دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس لجهة ضرورة التشاور بين القيادات السياسية والكتل النيابية، باعتبار أن هذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز. ودور اللجنه الخماسيه هو دور مساند ولم يدخل المجتمعون بالاسماء انما كان تاكيد على ضروره انجاز الاستحقاق باسرع وقت ممكن لما تمر به المنطقه من مرحله خطيره واعتبار الانتخابات الرئاسيه هي عمل برلماني وان التشاور يجب ان يحصل بين الكتل النيابيه. وسيكون هذا الحراك الذي يجريه سفراء الدول الخمس مقدمة لانعقاد اللجنة الخماسية الأم قريبا في الرياض أو باريس على أن تعقب اجتماعها زيارة للمفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان إلى بيروت بينما كان اللقاء منعقدا في عين التين بين الرئيس بري والسفراء كانت الوقائع الميدانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية على حالتها الساخنة في المواجهة بين قوات الاحتلال والمقاومة أما آخر التهديدات الإسرائيلية فوردت على لسان وزير الحرب يواف جالنت الذي أبلغ جنوده المتمركزين قرب الحدود مع غزة بأنهم سيغادرون المنطقة قريبا جدا للانتقال إلى الشمال استعدادا للعمليات المستقبلية على حد تعبيره وارتباطا بالحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة نفى حزب الله تقريرا صحفيا حول التفاوض غير المباشر في شأنها قائلا إن هذا الأمر هو حصرا بيد الدولة اللبنانية في غضون ذلك تظل المنطقة تحت ضغط مناخات التصعيد والقلق من تصاعد المواجهة العسكرية في أكثر من مؤرة جغرافية إقليمية ومن ضمن هذه المناخات التصعيدية اعطاء الرئيس الامريكي جو بايدن اوامر لمستشاريه من اجل البحث في خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف قاعده البرج 22 الامريكيه في الاردن. وبحسب مسؤولين امريكيين فانه بمجرد ان يعطي الرئيس الضوء الاخضر سيبدا الرد خلال يومين وياتي على شكل موجات ضمن مجموعه من الاهداف. ويقول هؤلاء المسؤولون لموقع بوليتيكو ان هذه الخيارات تشمل ضرب عناصر ايرانيه في سوريا او العراق واصولا بحريه ايرانيه في مياه الخليج. وبينما تقترب الحرب على غزه من اتمام شهرها الرابع تتكثف المساعي لتحقيق هدنه مؤقته واجراء عمليه تبادل اسرى انطلاقا من اقتراح خلصت اليه الاجتماعات الاستخباراتيه التي عقدت اخيرا في باريس. هذا المقترح تسلمته حركه حماس وتدرسه حاليا للرد عليه وفق ما اعلن رئيس المكتب السياسي للحركه اسماعيل هنيه الذي اوضح انه تلقى دعوه لزياره القاهره. هنيه اكد مجددا ان رد حماس سيكون على قاعده ان الاولويه هي لوقف العدوان وسحب قوات الاحتلال خارج قطاع غزه. في الضفة الغربية مجزرة اسرائيلية جديدة تمثلت باغتيال ثلاثة فلسطينيين عندما اقتحمت قوة خاصة مستشفى ابن سينا في جنين، وهي مؤلفة من عشرة افراد متنكرين بالزي المدني وبلباس اطباء وممرضين ونساء فلسطينيات. جريمة يرتكبها عدو لا يقيم وزنا لبشر او لصرح انساني او استشفائي، هي في الوقائع دليل علي مأزق كيان يقوده ساسة مأزومون لعل حسين أمير عبد اللهيان كان علي حق عندما قال اليوم: نتنياهو يعيش آخر أيامه السياسية الإجرامية